الابدل من عنا؟ خلص شيك اكثر صرنا هذا ارماني ومدري شو. لا لا مش الابدل. ليه انا انشاط يعني؟ قرب يا وليد. قرب يا وليد. 33 اخ نصوا ببعضهم طخ ولا واحد قال اخ. تعال هون. تعالوا وليد عيب. 33 طخ اخ. 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 لا بليه ما بعرف. بدك الجواب رأسا؟ ولا بعد شوي. 33 اخ نزلوا ببعضهم طخ ولا واحد على الاخ. 33 اخ نزلوا ببعضهم طخ. المسبحة. المسبحة بس بصير الطقطي بصير الطقطي الطقطي وما بتقول 33 اخ. ايه مزبوط هي 33 حبة. صح. لا برافو. لا شريحة على البيت. شو بتقول لي؟ برافو. لا عن جد مظبوط. تربح معنا. شو الاسم؟ مدام تريز جمال. مدام تريز جمال حظي كثير حلو اليوم. لا عن جد؟ لك ايه مش مصدق. يلا تفضلي معنا. ايه طلعوا بدي روح على البيت. يا بيت. هلا بيجي الاولاد. 33 اخ بيضربوا بعضهم بقولوا طخ. 33 اخ نزلوا ببعضهم طخ. لا ولا واحد على ولا واحد. ايه المسبحه بس تكر. نو هلا هيك ما بعرف ايش ببالي قلت انا معقول. جد فكرت فيها مش انه لانه المسبحه بصيروا هيك يكروا ورا بعضهم يضربوا ببعضهم معقول تكون المسبحه. مدام وصلت الهديه. قطام وقف تقلك وقفنا مشي تقلك مشينا. وقف تقلك مدام تريز تفضلي معي. هديتك وصلت. ميرسي. شو معقول يكون في جوا؟ شو معقول يعني ما بعرف. القلب سي كثير عندها مفاجآت وكثير هدايا الحلوة بس ما بعرف شو في يعني. رح نشوف المفاجأة نحن وياك والمشاهدين. شباب تفضلي من بنوان. يا شو هيدا سطور؟ سطور استعملي حبة. كيف بدي اصفيه؟ بص في هون. اوكي. بنوان بتاخذ منا السطور. كيف معصل مرة صح. وهلا شو مفاجأتنا لليوم؟ بلوطة.